الأخبار الرئيسية من قناة الوطنية يصحبكم فيها محمد ناشي ولان الملك. والبداية بأبرز العناوين. أنباء عن تحديد 21 من يونيو المقبل موعدا للاستحقاقات الرئاسية. اتحادات طلابية تحتج على طريقة تقسيم المنح الدراسية لهذه السنة. وسط الحديث عن مقاطعة رئاسية 2014 اتحاد قوى التقدم يبدأ دورته العادية. مسجد الحسن الثاني في نواكشوط معلمة دينية ونموذج للعمارة المغربية في موريتانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. قالت مصادر إخبارية محلية إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقدمت الخميس بمقترح للحكومة الموريتانية يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم السبت 21 من يونيو المقبل. وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد اقترحت في وقت سابق تنظيم الانتخابات الرئاسية في الأول من يونيو، إلا أن بعض أحزاب المعارضة تحدثت عن إمكانية مقاطعتها لهذه الانتخابات ما لم تتوفر لها ضمانات جدية لإجرائها في ظروف شفافة. وفي سياق متصل قال وزير التنمية الريفية إبراهيم المبارك والمحمد المختار إن الإحصاء الانتخابي سيبدأ الأسبوع القادم، وهو ما قال أنه يتطلب من السلطات المحلية والفاعلين السياسيين القيام بحملة واسعة النطاق لكي يتسنى لكل مواطن التسجيل في اللائحة الانتخابية. وأكد الوزير الذي كان يتحدث في مهرجان بمقاطعة واد الناقة أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لهذا الإحصاء وتطلب من كافة المواطنين أغلبية ومعارضة التسجيل على اللائحة الانتخابية. وكانت مصادر خاصة قد تحدثت للوطنية عن بدء الوزراء حملة تحسيسية في الداخل الموريتاني من أجل ضمان أكبر مشاركة في الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي. وصل وزير الداخلية والمركزية محمد أول أحمد سالم المحمد إلى مدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة في مستهل زيارات تدوم يوما وليلة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها حاليا لعواصم الولايات الداخلية. وقد عقد الوزير بعد ساعة من وصوله اجتماعات منفصلة بالسلطات الإدارية والأمنية بالولاية، وينتظر أن يعقد اجتماعا بالمنتخبين المحليين وبعض الوجهاء. أجرى المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا تغييرات جزئية بقيادته الجديدة وسط خروج بعض رموزه وإقرار آخرين في مناصبهم السابقة. وكان من أبرز المغادرين من التشكيلة السابقة من الشؤون السياسية محمد محمود والجعفر، بينما دخل وزراء الصحة والثقافة والمرأة للتشكيلة الجديدة. وتم إقرار الوزيرة السابقة عايشة فال فريدس على رأس منظمة النساء التابعة للحزب، بينما تم اختيار بامبا والدرمان مكلف بالشباب. ودائما في نشاط الأحزاب، حيث افتتح حزب اتحاد قوى التقدم المعارض أعمال دوراته العادية الثالثة بمقره المركزي في نواكشوط برئاسة محمد المولود رئيس الحزب. ويستعرض النقاش خلال الأيام الثلاثة التي تستغرقها الدورة الأوضاع الراهنة في الساحة السياسية الداخلية وكذا مشروع الميزانية لعام 2014. رئيس الحزب محمد المولود أثناء كلمته الافتتاحية قال إن الرأي العام الوطني يراهن بشكل كبير على ما ستنبثق عن هذه الدورة من قرارات وتوصيات من شأنها المساهمة في حلحلة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 2008 حسب المولود. اعتبر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا نتائج قرار لجنة المنح بالهزيلة ودون المستوى المأمول، معتبرا أنها لم تأخذ في الاعتبار الظروف القاسية التي يعانيها الطلاب الموريتانيون في الخارج. ودعا الاتحاد الوطني إلى تعديل نظام التنقيط المتبع في الحصول على المنح الدراسية، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يضمن استفادة أكبر لأصحاب التخصصات القانونية الاقتصادية والشرعية والأدبية وفق تعبير الاتحاد. وكانت اللجنة الوطنية للمنح قد قررت خلال دورتها الثانية منح ما يقارب 4000 طالب، منها ما يزيد على 300 من الطلاب في الخارج. واعتبرت اللجنة أن هذه المنح ستمكن الطلاب من متابعة دراساتهم والتفرغ للتحصيل المعرفي سبيلا إلى خلق أجيال صالحة متمكنة من ناصية العلوم والتكنولوجيا. اختتمت النقابة الوطنية للمعلمين أشغال مؤتمرها الوطني الرابع مساء اليوم، وقد شدد البيان الختامي للنقابة على ضرورة بناء شراكة فعالة مع وزارة التهذيب الوطني والالتزام بالضمان من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمعلم. اليوم أيضا بعد
ومعنا هنا في الاستديو محمد عبد الرحمن السداتي والجهه الامين العام للنقابه الوطنيه للمعلمين. اهلا وسهلا بك. لديكم مجموعه من المطالب باتت شبه تقليديه مثل قانون الاسلاك وزياده الراتب، هل تم نقاش هذه المطالب وما الجديد في ذلك؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اشكر قناه الوطنيه الحره على اتاحه هذه الفرصه. بدءا أريد أن أعرف مشاهدي قناتكم المحترمة بالنقابة الوطنية المعلمين. النقابة الوطنية المعلمين نقابة من أقدم النقابات العاملة في قطاع التعليم، وتمثل المعلمين والعاملين في القطاع بشكل عام في الهيئات الاستشارية التي ينص عليها القانون الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، كما مثلت المعلمة الموريتانية والدولة الموريتانية في الكثير من المحافل النقابية العربية والإقليمية والدولية. هي عضو في اتحاد المعلمين العرب، عضو مؤسس في اتحاد نقابات المغرب العربي، عضو في اللجنة الفرنكوفونية، عضو المنظمة العالمية للتربية، وانتخبت 2012 عضوا قياديا في اللجنة الدائمة للبنية الإقليمية للدول العربية الأعضاء في المنظمة العالمية. ردا على سؤالكم، المؤتمر ناقش عدة أوراق من ضمنها فعلا تحيين العريضة المطلبية، ومن أبرز المطالب التي ألح عليها المؤتمرون ضرورة تنفيذ الحكومة للالتزامات المثبتة في المحضر الموقع مع وزارة الدولة 2011، وقد تضمن هذا المحضر العديد من النقاط الهامة، ومن ضمنها الأسلاك. وما يتعلق الأسلاك قطعنا مرحلة مهمة وهي استدعاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية التي تمثل فيه النقابة القطاع، وقد تم توقيع المحضر مع النقابة ولم يبقى إلا التنفيذ. المعلمون ينتظرون تنفيذ ما تم التوقيع عليه في الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالشأن الأسلاك. كما تضمن أيضا محضر 2011 التزام الحكومة بتنفيذ التزام رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوزيع القطاع الأرضية، التزام أيضا ما يتعلق بالبعد، والبعد كان المعلمون فيه يعانون الغبنة والظلم، وهنالك غبن كبير للمعلم. هذا المحضر الذي أشرت إليه آنفا تم الالتزام فيه بتشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة معايير البعد. ومن ضمن أيضا النقاط التي تضمنها هذا المحضر التزام الحكومة بالتحسين المستمر لأوضاع المعلمين، والعريضة شملت نقاط أخرى تتعلق بالمنهج، تتعلق بوضع البرامج، تتعلق بالتكوين، تتعلق بمختلف مكونات العملية التربوية. لكن أنتم في النقابة دائما تتهمون الوزارة بعرقلة نجاح العملية التربوية، ثم تطالبون بشراكة مع الوزارة. هل هذه نغمة جديدة على الوزارة؟ طبعا نحن لا يمكن ابدا ان نحقق شيء للمعلم ولا للعمليه التربويه دون التعاون مع اهم شريك في العمليه التربويه وهو الوزاره الوصيه. نحن نريد ان نكون شركاء ايجابيين للوزاره، ونعلم ان العمليه التربويه لا يمكن ان تقطع خطوات ولا يمكن ان تحقق نجاحا الا باشراك جميع الشركاء، ومن اهم شركاء العمليه التربويه الى جانب الوزاره الوصيه النقابات. نعم، يقال ان كافه تحركاتكم داخل النقابه او بعضها هي عاكسه للنشاط السياسي لبعضكم، يعني ما حقيقه ذلك؟ سؤال مهم. النقابه الوطنيه المعلمين نقابه بعيده كل البعد من كافه الاحزاب وكافه الحركات السياسيه، نقابه مستقله تضم المعلمين من مختلف المشاربي، وهي نقابة سياسية، نقابة مستقلة لا يمكن أبدا أن تخضع ولا لوصاية حزب ولا لحركة سياسية. فنقابتنا هذه ميزة، ولربما تكون النقابة الوحيدة التي تتسم بهذه السمة. شكرا جزيلا لك محمد عبد الرحمن والسيدات الأمين العام للنقابة الوطنية للمعلمين، كنت ضيفا معنا في الاستوديو. منذ أكثر من ربع قرن من الزمن تعلو سماء نواكشوط مأذنة مسجد الحسن الثاني المعروف محليا بمسجد المغرب،
ورغم ما يلعبه هذا المسجد من توفير أجواء روحية ملائمة للعبادة، إلا أنه يشكو من الإهمال وغياب الصيانة. محمد سلم أبو بكر زار مسجد الحسن الثاني وعاد بالتقرير التالي. نعتذر عن عدم توفر الصوت في هذا العنصر. نظم المكتب الوطني للسياحة في موريتانيا معرضا سياحيا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار فعالياته معرض التجوال سيرا على الأقدام وجهة الطبيعة، وسط توقعات باستقباله لحوالي 60,000 زائر. ويضم الجناح الموريتاني منتجات أصلية من أدوات الصناعة التقليدية والأطعمة المحلية والمشروبات وأنواع الكعك التقليدية والنباتات الطبية. كما يعرض الجناح الموريتاني ملابس تقليدية كالملحفة والإزار وأنواع من العطور والبخور المحلية، إضافة لملصقات وصور توضح المقدرات السياحية في موريتانيا بما فيها من كثبان وواحات وتضاريس وضيافة. يثار الكثير من الشائعات حول محطات التزويد بالوقود داخل العاصمة، وتتركز هذه الشائعات أساسا حول عمليات الغش التي يقوم بها العاملون في هذه المحطات، ما جعل البعض منها قبلة للسائقين دون البعض الآخر. في مدينة نواكشوط يكثر الحديث هذه الأيام عن محطات بنزين أمينة ومحطات أخرى خائنة، على حد تعبير عدد من ممتهني حرفة النقل، وهو ما حدا بعدد من السائقين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة أمام بعض محطات توزيع البنزين، فيما بقيت محطات أخرى خاوية على عروشها. خالق من واحدين مبطى في واحدين ما مبطى، وعقب ذاك ملي قزوار واعل خاص نفس الحال. كيلو نار الميكينة واحدة غاربوا بان احنا استاسيو شفنا استاسيو مسقب ما قطينا شقرنا بيش. على الرغم من غياب دليل مقنع يفسر سر هذه الشائعة، عدا اتهام بعض المحطات بعدم الأمانة في الموافقة بين الثمن والمذمون، وهو ما نفاه أصحاب هذه الأخيرة، بيد أن أصحاب تلك المحطات الأمينة بزعم أولئك وإن تحدثت إليها ترجع هذا الأمر إلى توخيها السهولة في المعاملة، ما يعني أن هذه الشائعة قد تكون راجعة إلى سياسة تاجر. استاسيو جينا هنا ولحقنا هون الناس هون معاملتهم تو حكمنا معاملتهم مع الناس هون معاملتهم معامله حسنه فبساتهم معاملين معامله حسنه ودات وهون كان هاي استاسيو حج استاسيو الناس اللي فيها اولا بعد اخلاقها زينين ما تشوفها رات. وعلى أي حال فإن السر وراء هذه الشائعة سيبقى لغزا محيرا لكثيرين من جهة ومصدرا للقلق لدى أولئك الذين سببت لهم فراغا في العمل من أصحاب محطات توزيع البنزين، إلى أن تأتي شائعة أخرى لتغير مجرى واقع العمل بالنسبة إليهم. أعلنت موريتانيا قبل 3 سنوات عن استراتيجية أمنية لضبط المعابر الحدودية ومراقبتها، ومن أهم هذه المعابر معبر روس وسنغال الأكثر حركية نتيجة التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك المحاولات المتكررة للمتسللين من السنغال وبعض الدول الإفريقية إلى أوروبا. معبر روس وسنغال في سياق التقرير التالي. هنا على هذه النقطة الحدودية بين الجارتين موريتانيا والسنغال تبدأ رحلة الوافدين من الجنوب مع بعض الإجراءات الإدارية لضبط بياناتهم الشخصية وأسباب الزيارة ومدة الإقامة، إجراءات كان لا بد منها حتى لا يقيم على أراضي أي من الدولتين من لا صلة له بهما أو حتى ينتحل صفة مواطنها. حد كامل خال من هون وسجلوا بصماته عنه أجنبي لا دخل موريتان مات لقد يعود موريتانيا عقب ذاك إلى قد كان عنده إعادة عنده وثائق موريتانية أخرى مزورة الله ما هي مزورة مات إني قدم للحالة المدنية عنه لا هي سجل من جديد عن موريتاني لا يطلع بصمته مباشرة عنه اجنبي وعود مزور. التنسيق بين مركز العبور والسجل السكاني والوثائق المؤمنة
زاد من جاهزية العاملين وقدرتهم على استيعاب أكبر عدد من الوافدين في وقت قياسي نتيجة تطور الأجهزة المستخدمة في العملية، كما أن التنسيق الأمني بين موريتانيا والسنغال كان له الأثر البارز على انسيابية حركة مواطني الدولتين المرتبطتين اقتصاديا وجغرافيا وكذا أمنيا. ما يخص التعاون بين احنا والسلطات السنغالية، السلطات السنغالية للحدود طورناها نحن بطبع بالتعاون مع احنا وهما، وعندنا تعاون على مثلا على 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 في جميع المجالات. لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد العابرين من هذه النقطة الحدودية، وإن كانت المشاهدة الأولية لحركية الأشخاص هنا تشي بأن الآلاف يمرون منها شهريا، ما يعطي تصورا ولو بسيطا عن الدور الذي تلعبه مثل هذه المعابر، خاصة وأن موريتانيا تعتبر إقليميا ممرا سالكا للطامحين إلى الحلم الأوروبي. لذلك إذا نذكركم مشاهدي الكرام بأبرز ما شاهدتم فيها من أنباء. أنباء عن تحديد 21 من يونيو المقبل موعدا للاستحقاقات الرئاسية. اتحادات طلابية تحتج على طريقة تقسيم المنح الدراسية لهذه السنة. وسط الحديث عن مقاطعة رئاسية 2014، اتحاد قوى التقدم يبدأ دورته العادية. مسجد الحسن الثاني في نواكشوط، معلمة دينية ونموذج للعمارة المغربية في موريتانيا. إذا ختاما مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة، كما ندعوكم للتواصل معنا أكثر عبر البريد الإلكتروني info@albania.mr. أطيب المنى. في أمان الله.